أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحصني بالتدخلات الإنسانية والتنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جميع المحافظات اليمنية. جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة السعودية الرياض الأستاذ علي أحمد العكبري منسق محافظة حضرموت لدى البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واستمع اللواء البحصني من منسق محافظة حضرموت العكبري إلى شرح موجز عن أبرز التدخلات العاجلة في المجال التنموي والإنساني والإغاثي والصحي التي قدمها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمحافظة حضرموت خلال الفترة القصيرة الماضية. وقال العكبري إنه بتوجيهات وإشراف ومتابعة مباشرة من محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوث مبارك بن ماضي يقوم حاليا بالتنسيق والمتابعة لعدد من البرامج والمشاريع في قطاعات مختلفة لدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن خاصة بمحافظة حضرموت. وأثنى نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء الركن فرج البحصني على الجهود التي يبذلها منسق محافظة حضرموت علي العكبري لدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن مبديا استعداده شخصيا لتذليل أي صعوبات قد تعترض جهوده بما فيه مصلحة أبناء محافظة حضرموت.